لتفصيل أكثر معي من بروكسل الكاتب والممثل عن حزب سوريا المستقبل في أوروبا حسين عمر. أهلا بك أستاذ حسين معنا بداية لهذه النشرة. أهلا بكم، تحياتي. أهلا بك. بداية دعنا نبدأ من هذا الاتصال الذي جمع ما بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره التركي مولود تشاويش أوغلو. عندما نبحث في خلفيات هذا الاتصال، ما هي الرسالة التي أرادت واشنطن إيصالها لأنقرة عندما تقول نلتزم مجددا بحماية شركائنا في قسد؟ يعني الحقيقة الرسالة واضحة، يعني ما بدها تفسير ولا تأويل. الرسالة تقول بأننا سنحمي أصدقائنا، هكذا قال بومبيو، ولكن بأي شكل وبأي أسلوب سيحمي هؤلاء الأصدقاء؟ هناك تحشدات تركية على الحدود، وهناك وفد من أمريكا موجود بأنقرة منذ عدة أيام. هناك نقاشات مفصلة حول ما يسمونه بالمنطقة الآمنة وما يسمونه بالمخاوف التركية. لذلك أعتقد بأن بومبيو حاول تسبيق الأمر، تسبيق الوصول إلى أي اتفاق نهائي، وهذا ما هو متوقع من زيارة جيفري التي ستكون يوم الثلاثاء القادم. على ما أظن جيفري سيحاول التوصل إلى اتفاق نهائي مع تركيا بخصوص ما تسمى بالمنطقة الآمنة، وكما هو معلوم وأنتم تعرفون ذلك وقد بثيتم ما قاله ألدار خليل عن شروطهم بالنسبة للمنطقة الآمنة وما طرحه أيضا مظلوم كوباني حول هذا الأمر. يعني بومبيو برسالته أو باتصاله بوزير الخارجية التركي قال له يا عليكم أن تتنازلوا قليلا أيضا، هذا ما أفهمه من ما صرح به بومبيو. وهنا السؤال أستاذ حسين، هل ستتنازل تركيا عن ما طرحته حول هذه المنطقة الآمنة في الشمال الشرقي من سوريا؟ وهل لدى أمريكا برأيك مقاربة أو رؤية واضحة لتقريب وجهة النظر ما بين قوات سوريا الديمقراطية والجانب التركي حول هذه المنطقة؟ نعم، يعني تركيا، الولايات المتحدة باعتقادي حتى الآن ليست لديها رؤية واضحة تماما. أولا السبب هو عدم وجود يعني أو تقرب حلفاء الولايات المتحدة في التحالف الدولي بشكل صحيح لما طرحته الولايات المتحدة. يعني الذنب هنا ليس ذنب الولايات المتحدة لوحدها، وإنما يعني ألمانيا، فرنسا، الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة لم تبدي أي استعداد بشكل عملي لحماية المنطقة. هذا من جهة. من جهة أخرى الولايات المتحدة تعمل في هذا الموضوع بشكل وسيط، يعني تنقل من حسب ما سمعت وحسب ما أرى بأنها تنقل ما تطرحه الإدارة الذاتية وما يطرحونه في تركيا. لذلك الولايات المتحدة تحاول تقريب وجهات النظر بين الطرفين. أعتقد بأن الولايات المتحدة ستلعب هذا الدور لفترة ما، لكن بعد ذلك وهذا فيما يتعلق بالجانب الأمريكي. أستاذ حسين لو سمحت لي، ولكن واشنطن ليست الشريك الدولي الوحيد لقوات سوريا الديمقراطية، هناك أيضا الجانب الأوروبي في التحالف الدولي. أنت كممثل وسياسي موجود في أوروبا حاليا، هل سمعت أو التمست أي من تعهدات من قبل الاتحاد فيما يخص هذه المنطقة أو كبح جماح الأطماع التركية في احتلال المزيد من المناطق السورية؟ يعني قلت قبل قليل حقيقة الأوروبيين ضعفاء في هذه النقطة. الأوروبيين دائما ينتظرون الولايات المتحدة أن تبدي موقفا حازما بخصوص أي أمر، وبعدها تقوم الدول الأوروبية أو الاتحاد الأوروبي يقوم بإصدار موقف بذلك الشأن. هناك موقف فرنسي واضح ولكن ليس مؤثر كما هو مطلوب. الموقف الفرنسي هو الموقف الوحيد الذي يقف ضد طموحات تركيا أو يقول لتركيا قف، لكن بقية الدول الأوروبية ليس لديها أي مواقف واضحة، وخاصة ألمانيا وبريطانيا. بريطانيا لم تصدر حتى الآن ليس لها أي رأي في هذا الأمر، وكذلك ألمانيا التي تحاول عدم إزعاج تركيا في أي نقطة. لهذا الأمريكيون هم المتحكمين بالأمر، والأمريكيون هم الوحيدون الذين يمكنهم لجم
العدوانية التركية أو ترك اللجام لتركيا. أنا أشكرك جزيل الشكر الكاتب وممثل حزب سوريا المستقبل في أوروبا الأستاذ حسين عمر، حدثنا مباشرة من بروكسل.